السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة حلقتنا عن حشرة مفيدة جدا، من يعتبر من الحشرات اللي هي النافعة اللي ربنا اعطاهانا، يعتبر هدية لنا. للأسف بتتدمر نتيجة رش المبيدات وتكاد تنقرض لو ما عرفناش حقيقتها، ولازم نعرف ازاي نستخدمها صح ونعرف فوائدها، فتابعوا الفيديو للنهاية. يلا بينا. الحشرة دي اسمها ابو العيد، او تطلق عليها الدعسوقة، يعني بتتعدد الاسماء من دولة الى اخرى، او تختلف من مكان لاخر كمان في نفس البلد الواحدة. تسمى في سوريا ام علي، وفي الاردن طبعا بيطلق عليها ام حسين، وفي دولة فلسطين بيطلق عليها ام سليمان، في لبنان عشان توازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين يسمونها ام علي عيسى. الحشرة دي نافعة جدا على قدر كبير من الاحترام والتقدير، يعني لدرجة انهم الحشرة دي وضعوها على العملات وكمان الطوابع البريدية، بدل من هو صور الملوك ورؤساء. طبعا هي صديقة للبيئة والانسان، طبعا حشرة نافعة محبة بالأطفال والمزارعين، كمان تستخدم في برامج المكافحة الحيوية. طبعا للأسف ان الحشرة دي مهددة بالانقراض بسبب الاستخدام السيء للمبيدات، ان احنا بعدنا عن الاستخدام الحيوي في المقاومة الحشرات والأمراض، فدي من الحشرات اللي هي مهددة بالانقراض. الحشرة دي فايدتها ان هي بتظهر في شهر مارس على المحاصيل الشتوية اللي هي بتصاب، يعني بداية من شهر مارس تبدأ ارتفاع درجة الحرارة وظهور الحشرات زي حشرة المن، يعني هي من افضل الحشرات اللي بتواجه المن. طبعا لها عدة انواع كثيرة تصل الى 450 نوع، في بعضها يفضل اكل العناكب وفي بعضها يفضل اللي هو اكل حشرات المن. كمان بتواجه التريبس. طبعا الحشرة دي ممكن تمشي 12 متر. طبعا الحشرة دي حشرة صغيرة زي ما حضرتكم شايفين، مستديرة الى بيضاوية، لها شكل القبة، ومعظم الانواع المعروفة جيدة اللي هي بتكون لها علامات سودة على الجسم الاحمر او البرتقال، في قد يصل يعني عددها الى 24 نقطة، لكن بعض يعني في بعضها بقع سوداء تقع خلف الرأس مباشرة، وذلك ده يعني حاجة تخص الأنواع. يعني الحشرة دي بتقضي فترة الشتاء على شكل حشرة كاملة في تجمعات تحت الأوراق المتساقطة اللي هو قشور الأشجار وتحت الصخور. في الربيع تبدأ في الانتشار والبحث عن الفريسة، يعتبر دي هدية بيبعتها لنا ربنا، عشان يعني حاجة حيوية بتواجه اللي هي ايه الحشرات المن والعناكب والترب. أنثى أبو العيد دي بتضع من 20 إلى 1000 بيضة اللي هي في الفترة 3 أشهر. لما تبدأ عاد فصل الربيع أو الصيف المبكر تضع البيوض بجانب الفريسة. الحشرة دي بتحتاج غذاء، يعني شرسة في أكل الغذاء يعني عند توفر، يعني تحتاج ممكن تأكل عدة حشرات من في اليوم عشان تستطيع اللي هو إيه تضع البيض. يعني لو ذكرنا اللي هي الحشرة اللي هي أبو العيد اللي هي فيها 7 نقاط، ممكن تستهلك عدة مئات من حشرات المن في اليوم، وكل يرقة من يرقاتها بتاكل من 200 الى 300 حشرة من عشان تنمو. وحشرات ابو العيد مفترسة فعالة لو كان المن متوفر، لكن بتفقد وتنقض او تنتهي خصائصها لو كان المن قليل وما لقيتش حاجة تاكلها في المزرعة او في وسط مزرعاتك في المنزل. بحث عن الغذاء من الحشرات سواء المن او التريبس او الذبابة البيضاء او ذبابة الفاكهة وكمان الاكاروس، يعني حشرة متكاملة في التغذية. يعني كمان الحشرة دي حابب اتكلم عليها ان هي يعني بتتباع في مراكز اللي هي البحوث، ليها بعض الميزة ان هي يعني بتقاوم بعض وليس كل بعض المبيدات الحشرية اللي هي المبيدات المحترمة، مش المبيدات المضروبة اللي بتكون منتدة تحت السلم. فسبحان الله، اتمنى اي حد يلاقي الحشرة دي يعني ما يقتلهاش، لازم يعني يعرفها الاول ويعرف فوائدها، لانها حشرة سبحان الله بتيجي في الوقت المناسب في فترة الربيع لما نلاقي المن بدأ يظهر على مزرعتنا، وكمان بعض الحشرات الاخرى بنلاقي ان ربنا اعطانا الحشرة دي عشان تواجه اللي هي الحشرات دي وتتغذى عليه. كمان حابب اقول ان النمل صديق للمن وعدو لحشرة ابو العيد.
فتواجد النمل بيؤدي برضو الى ابعاد حشة ابو العيد وانقراضه. فده كان الفيديو النهاردة، اتمنى يعجبكم. هسيبكم لنهاية الفيديو تكملوه، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.